يعني هو الموضوع كان ترند الصراحه، بس بعيدا عن انه ترند هو الموضوع شيق بالنسبه لنا جدا. احنا النهارده عايزين نتكلم نوستالجيا شويه، نشوف الحاجات اللي من جيلنا، الجيل الجميل بتاعنا، الجيل بتاع زمان، ايه ابرز الحاجات وايه احلى حاجات احنا فاكرينها وموجوده في ذاكرتنا لحد دلوقتي او نفسنا انها ترجع تاني، بنحس بالحنين ناحيتها كده يعني. النوستالجيا بشكل عام لما بنسمع اغاني بتفكرنا بفتره، فتره المراهقه، فتره واحنا صغيرين، بتفرحك كده، تحسي الله ايه ده، دي كانت جميله قوي. بصي انا الجيل بتاعي ما اعرفش بتهيألي الجيل من الجيل اللي مش صغير قوي، بس مثلا انا من الحاجات اللي ممكن افتكرها العالم يغني، اخترنا لك، بانوراما فرنسيه، يا قديم قوي الكلام ده. وانا صغيره كان كل يوم جمعه الصبح لازم اتفرج على ماما عفاف الهلاوي وهي بتقدم سينما الاطفال مثلا، الكرتون كل حاجه بقى، سينما الاطفال بكل الكرتون، سينما الاطفال، سينما الاطفال، والكلب لاسي، مسلسل الكلب لاسي مثلا. فيعني دي من الحاجات الجميله جدا جدا. انا في الحاجات اللي بالنسبه لي بقى معلمه معايا وبفتقدها قوي دلوقتي، الفيلم بتاع الساعه 12 الظهر اللي كان بيجي على القناه الاولى او القناه الثانيه مش فاكره، كان دايما لازم يجي فيلم كده الصبح يبقى لايت، فيلم اسماعيل ياسين، عبد المنعم ابراهيم، يعني طبعا فنانين عظماء وجمال وكانوا دايما بيرسموا البسمه على وجوهنا. وقتها انا كنت طفله صغيره بس كنت متعلقه جدا بالتلفزيون ومتعلقه جدا بيهم. كمان في العاب كتيره قوي كانت موجوده زمان اصبحت مش موجوده دلوقتي، يعني لعبه زي لعبه السيجا والالعاب اللي كانت بتتعمل على الارض، السبع بلاطات والحاجات دي، يمكن احنا كبنات برده ما كناش بنلعبها قوي، بس احنا كبنات كنا بنلعب حاجات طقم الفناجيل اللي انا ما اعتقدش ان في طفل دلوقتي بيجيب طقم الفناجيل ده ويقعد يحط ميه ويشرب ويدلدق على نفسه ومامته تزعق له، كنت على طول غرقانه بسبب طقم الفناجيل ده. ايوه انا فاكراه فعلا طقم الفناجيل ده، والعرايس يعني كان مهم جدا يبقى في عرايس، وكانت وقتها بقى العروسه اللي هي جواها اسطوانه دي فاكره، وبطاريات واسطوانه، وتقعد بقى تغني او تقول ماما وبابا او تمشي كده زي الروبوت كده، العروسه كرومبا اللي كانت عند كل البنات، دي كانت اوريدي معمول بيها برنامج يعني، فكانت كرومبا دي من الحاجات، العروسه كرومبا دي ما تتنسيش خالص. غير بقى طبعا كل فرق البوب، البوب ميوزك الثمانينات والتسعينات، انا دايما بقول الثمانينات دي كانت احلى مزيكا واوحش لبس بصراحه، كانت الموضه سيئه جدا في الثمانينات يعني، هي كانت الحاجات واسعه كتير الصراحه وقتها. اهو في هاشتاج زي ما احنا شايفين، انا من جيل اللي كان بيقول بيتفرج على كابتن ماجد وبيشجعه وفضل يشجعه لحد ما لعب في كاس العالم وخده. اوكي حلو جدا. في كمان هاشتاج بيقول متخانق مين يرد او مين الاول يتفرج على التلفزيون والتليفون الارضي، الجرس، موضوع جرس والتليفون الارضي ومين يرد على التليفون ومين يعني، وكمان في بقى الاتاري وسوبر ماريو وبوجي وطمطم طبعا وعمو فؤاد ونيلي وشريهان. ونيلي وشريهان وفوازيرهم دي كانت قصه تانية خالص وموضوع تاني خالص، يمكن دي برضو حاجات ربت فينا احنا حب للفن وحب للاستعراضات، وعمو فؤاد القيم اللي كنا بناخدها من عمو فؤاد، الحواديت بتاعت ابله فضيله، صباح الخير يا مصر، والكرتون اللي كان بيجي الصبح قبل بكار بقى ده، بس بكار قولي ايه، بكار جديد شويه. انا كنت كبيره سنه بس كنت اتفرج عليه برضه. طبعا في حاجات طبعًا كتير عندنا كمان. ايه في الهاشتاج؟ في كمان هو احنا ما ينفعش نقفل خيالنا، نقفل حياتنا ونفتحها تاني، يمكن تشتغل احسن من كده، ريستارت للحياه. ريستارت للحياه. نرجع عندنا 10 سنين تاني. كمان من اهم الحاجات بقى اللي كانت موجوده زمان وكان ليها علاقه بالخير بتاع زمان، المصروف. وبصي كمان ده، في كمان فاكره اللعب اللي كنا نلعبها بقى في المدرسه في وقت البريك، اللي هي كيكه على العالي، خلاويص، وكهرباء شد الكوبس، دي كنت بحبها قوي. ايوه كهرباء شد الكوبس دي كانت عندي مزاج كل يوم في البريك في المدرسه، لازم انا وشويه صحابي عايزين نلعب اللعبه دي مع بعض. فكل دي طبعا نوستالجيا، بتدي مشاعر حلوه جدا. كنت بجري ورا الولاد اقول لهم شدوني شدوا كوبس، عايزه اجري زيهم. بالظبط. دلوقتي يعني هنقول دلوقتي بقى مع تطور التكنولوجي الدنيا كلها بقى وشنا بقى في التابلت او وشنا على الموبايلات، الموضوع كله بقى جيمز بقى، الاكس بوكس، الحاجات دي يعني. فاحسن الاحوال، فاحسن الاحوال الاولاد دلوقتي بقوا بيلعبوا مع بعض بس عن طريق الموبايل برضو. بيعملوا جيم تيم على عن طريق الموبايل او عن طريق اي ابلكيشن ويبداوا يلعبوا مع بعض برضو عن طريق الموبايل، مفيش ممارسه، مفيش معايشه، مفيش الحاجات الحلوه بتاعت زمان دي. يا ريت نقدر
نرجع دون نجيب سلم وتعبان وكوتشينا لاولادنا عشان يقعدوا يلعبوا مع بعض بنفسهم كده، يمسكوا الحاجه بمادياتهم كده ويلعبوا سوا.